الآن هذه الشيلة إهداء من خالة العريس نورة لابن أختها حمد بمناسبة زواجه. يا مرحبا عد الكتاب عد الأقلام تخرج ترحب في حل الطويل نال شبار ترحب ما ينعد بحروف ورقات وإعداد ما شيهان وسط السمار وإعداد ما شيهان وسط السمار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل من الأشبار ترحيب ما ينعد بحروف ورقات وإعداد ما شيهان وسط السمار تقولهم من دخيله ما يرضى حمد دليل المرجلان الأحرار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويلين الأشبار وحمود وهادي فعلهم يشفي الأفكار عيالها تطيبهم ذكرة أخبار بالمرجلة بين العرب صار وإعلام مثل العالم لا شفت فيكم متنين وبنات هاي اللي عفيفات وحشان أكنها اللقاط فاتهم من الزهار يا مرحبا عد الكتاب عد الأقلام ترحيب في حل الطويل إلى الأشوار ما قربوا دفع الخطايا ولا حال فمشاهم دروب أمهم نسل الأطهار وعسى الحمد يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل ترحيب ما ينعد بحروف ورقات وإعداد ما شيهان وسط السماء أقولها بالحان وصوتي وانقار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل من الأشبار ما قربوا